جينا تتميه الفيديو طبق نهائي. كنت نصور لكم الاذان الظهر قطع لي الفيديو، سمحوا لي معليش، وجالي انا فيل قطع لي الفيديو، ودابا ما عليا غير الجزء الثاني. سمحوا لي، ها هو الطبق التقديم ديال الرفيته ديالنا بالدجاج. ها هو قطعنا هذاك المسمن اللي طيبنا، هذاك التريد قطع صغار كما كتشوفوا، ها هي كتلوي بحال هكذا، تقطعوه بحال هذا. نحاول دابا ندير لكم الجزء الثاني، صبروا معايا. الجزء تشوف البنات مين كتفرجوا الجزء الاول، الفيديو الاول، وهذه تتمه الفيديو، راه غنكتبها لكم في العنوان، شوفوا العنوان تتمه الفيديو. غير تفرجوا الفيديو الاول تمشوا للثاني، هذا هو الطبق التقديم الجزء الثاني. سمحوا لينا راه تقطع، صبروا معنا. المهم كتشوفوا هو تقطع طابلة ولا بليد اللي بغيتو، نديرها مقرملة. دابا نعطيكم غير القياس، ديريها تحت من هنا، نسيت، خليكم معنا ما تمشوش بعيد، خصنا نمشي بجهة الضوء. يلا خليكم معنا البنات، ما شهيناكم سمحوا لينا، ما شهيناكم بخير. وحدة خيرها في دارها، غير أنا نشارك معكم سميتو الرفيسة ديالنا المغربية، كل بيت راه كديرها تبارك الله على المغربيات ديالنا كاملين كل الدول. ها هو معكم ما شهيناكم. هاي الحلبة اللي كتعجبو البنات، الحلبة زوينة، ريحة الحلبة كتطلع مع العدس زوين، وبصل وسميتو راس الحانوت البنات تجي زوينة. راكم عارفين المذاق، العطرية ديال الدجاج باش تجيكم بنينة، تيكون فيها العطرية والبصل، كثروا البصل البنات باش تجيكم زوينة. وتقرملو هذاك التريد، تقرملوه مزيان مع داك العاقة ديال العسل اللي درناها في الخليط ونشا. مع الطحين والنشا، هذاك هو السر. الخميرة، الخميرة الحلوة تا هي السر ديال سميتو الآخر ديال الرفيسة والمسمن، كتجي محمر وكيجي مقرمل. ها هو شوفوا، نخليكم معايا، شوفوا شوفوا، هايزيد راه مازال كملنا جوج دقايق يلاه. سقو مزيان، كيبغي المرقة، خلي شويه المرقة الاخرين. ودابا غير بغينا نديرو معاكم الجزء الثاني، سمحوا لينا، وبغينا نوري لكم البنات الطبق اللي تنقات لينا العجينه ديال التريد. ها هو درنا منه المسمن، ها هو الرغايف، ها هو محمر، شوفوا محمر مع داك العسل اللي درنا والنشا وداك الخميره الحلوه. ها هو بقات لينا العجينه ودرناها مسمن زوين. ها هو شوفوا كي جا، ما شهيناكم البنات، حلي لهم وحده يشوفوا الداخل، حليها بحال اللي فرقتيها، فرقيها باش نشوف لكم كي مورقه الداخل. شوفوا كي جات، ها الخميره كي تاتجي، شوفوا كي جا مرق. حلي بيديك هكا باش نشوف، بحال اللي حليتي هكا بيدي بجوج يدين، لا ماشي هكاك الداخل، حلي هكا، حلي لهم ورقيلهم والطوراق باش تشوفوا الطوراق. ها هو راه حتى اللي بغى يدير رفيسه بهذه الطريقه، هاد الطريقه تاعي انا كندير بهذه الطريقه انا. واه شتي داك التريد اللي درت انتيا، انا كندير هذه الطريقه ودابا نسمعوا كنطلقوا، نقطعوا طريفات صغار كيجي زوين. شوفوا البنات ما كيشد لوك، شوف ما معجن ما والو، مفروق، هاي ورقه دايره، هاي حلي لهم يشوفوا لتحت. ها هو شوفوا البنات كي جا مرق، هو هذاك الطريقه الاولى في هذا ديال الدجاج، درناها خبيزات رقاق راكم شفتوا، بحال هذا نوري لكم، بحال هذا اللي جا لينا رقيق وحده على وحده. ها هو جا بحال هكذا، وسميتو هذه شاط لينا العجينه ودرناها رغيفه تو صافي بركه. وري لهم هذه وحده كامله، شتي كي خرجت هذه، شوفوا هاي تبارك الله حمراء محمره مع العسل اللي درناه، وما شهيناكم البنات، تيكون مقرمش مقرمش مزيان، شتي يبغى يدير هو كي جا الكوتي، شوفوا كي جا رقيق، شوفوا رقيق البنات وماشي معجن، هو زوين تبارك الله حمر، تبارك الله الحاجه تبارك الله عليها وخلي لها صحتها، والله يجيب لها الشفاء والصحه والسلامه ورزقه لهنا امين، الى جميع المسلمين في المكان ان شاء الله. ها هو كي جا، شوفوا ما شهيناكم البنات، راه اللي ما عندنا محمه اللي كتوحم، سمحوا لينا شهيناها، سمحوا لينا لو كان زعما، سمحوا لينا راه ما لقينا كي نديرو باش تذوق هذيك اللي موحمه، سمحوا لينا اللي بغى غير شهيناكم، سمحوا لينا شهيناكم، وان شاء الله يعجبكم هذا الطبق ديالنا. شوفوا اللي ما عندهاش الوقت وبغى تزرب، دير غير هذا الطريق، دير غير هذه الطريقه المسمن العادي مربع، وتقطعوا هكذا طريفات صغار، النشا خص يكون النشا والعسل
والخفيره الحلوه في السميده والطحين صافي باش يجي لكم مورق ما يجيكمش معجن ويجي طايب ومحمر. ها هو البنات ماشي هناكم. ودابا جات نقول لكم جات تقريبا نهايه الفيديو، ها هي الجزء الثاني البنات سمحوا لي، الجزء الاول اللي راه فيه راه طويل من الاول حتى للتالي، الطبق النهائي في هذا الجزء الثاني. ايوا سيدي سمحوا لينا. المهم غادي نقول لكم جات نهايه الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم هذا الطبق ديالنا، ونقول لكم الى فيديو قادم، الى فيديو قادم باذن الله ان شاء الله بالصحه والسلامه يا ربي. وباش تمنيتو نقول لكم مع السلامه، الى اللقاء.